السلام عليكم ورحمه الله اخبار الثامنه في تونس وفيها الليله شابه وشقيقها يفارقان الحياه في جابس اثر تعرضهما لصعقه كهربائيه نتيجه نزول الامطار وفيضان بعض الاوديه في القصرين. اجراء القرعه الخاصه بالتعبير الحر والمناظرات وهيئه الانتخابات تعلن رسميا قائمه المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسيه. مقتل 40 شخص في هجوم صاروخي على إدلب بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الجمعة أمر رئاسي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بدءا من الثالث من سبتمبر تسعة عشرة وإلى الحادي وثلاثين من ديسمبر تسعة عشرة القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر كان قرر يوم الثاني من أوت الجاري قرر تمديد حالة الطوارئ عبر كامل تراب الجمهورية مدة شهر واحد وذلك منذ الرابع من أوت الجاري وحتى الثاني من سبتمبر تسعة عشرة والفين. إلى شغل حيوي يثير اهتمام التونسيين البالغ الآن حالة الطقس والتساقطات الغزيرة التي تشمل عديد جهات البلاد وما يترتب عنها من مخاطر فقد فارق شاب وفتاه شقيقان من حي المنارة بمعتمديه جابس الجنوبيه اليوم الحياه جراء صعقه كهربائيه حينما كانا يحاولان جمع اغراض عائليه من سطح منزلهما مع بدايه تهاطل الامطار على المنطقه المنطقه التي شهدت اليوم معدلات امطار غزيره كما عديد مناطق ولايه جابس لتظل لجنه مجابهه الكوارث الجهويه قيد الانعقاد تحسبا للمخاطر كذلك عرفت ولاية القصرين منذ صباح اليوم نزول كميات أمطار هامة كما تم تسجيل فيضان بعض الأودية دون حدوث أضرار بشرية وتسرب المياه إلى عديد المنازل رحم الله الفقيدين ورزق عائلتهما الصبر والسلوان شهدت ولايه القصرين ومنذ صباح اليوم نزول كميات مهمه من الامطار وتسربت هذه الامطار الى بعض التجمعات السكنيه كما تم تسجيل فيضان بعض الاوديه دون تسجيل اضرار بشريه اليوم صباح نزلت كميات هامه من الامطار على ولايه القصرين وخاصه لحد بعض المعتمديات تراوحت ما بين 40 و50 ملم الامطار هذه نزلت على بعض التجمعات السكنيه اللي طلبوا النجدة من الحميه المدنيه خاصه تسرب مياه الامطار خاصه التجمعات في منخفضات دخل المياه لبعض المنازل دخلت وحده الحميه المدنيه بالامكانيات الموجوده وضخينا بعض المنازل الموجوده حتى في في بعض الاحياء كيف حي الزهور وحي النور وحي الكرمه وحي الخضره وكذلك في فريانه في بعض الاحياء تم ضخ بعض المياه من بعض المنازل ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي يتواصل اليوم نزول الامطار الرعديه بالمناطق الغربيه لتشمل تدريجيا اغلب الجهات هذا اليوم ويوم غد وتكون الامطار مؤقتا غزيره بكميات تتراوح بين 30 و50 خاصه بمناطق الشمال وولايتي القيروان وسيدي بوزيد إلى حديث الانتخابات الآن فقد جرت منذ قليل عملية القرعة الخاصة بالتعبير الحر والمناظرة الخاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 19 و2000 التي ستسجل بالتلفزة التونسي التونسية وتبث عبر قناتيها وأغلب القنوات التلفزية والإذاعية التونسية الخاصة وبعض القنوات الأجنبية ستبث بشكل موحد بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبحضور ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وبحضور كذلك عدلي تنفيذ جرت منذ قليل عملية القرعة الخاصة بالتعبير الحر والمناظرات المباشرة وأسفرت القرعة الخاصة بحصص التعبير الحر التي ستبث بداية من العاشر من سبتمبر حتى ثلاث عشر من الشهر ذاته عن الترتيب التالي للمترشحين سيتم اعتماده في التسجيل ثم في البث الياس الفخفاخ الناجي جلول عبيد البريكي محمد المنصف المرزوقي عمر منصور حمل همامي محمد عبو عبير موسي قيس سعيد حاتم بولابيار، محمد الهشمي الحامدي عبد الكريم الزبيدي سلمى احمد الصافي سعيد سليم الريحي محمد الصغير نوري حماد الجبلي، محمد لطفي المرايحي محسن مرزوق نبيل القروي سيف الدين مخلوف يوسف الشاهد المادي جمعه المنجي الرحوي عبد الفتاح مروق سعيد العايدي وتتم عملية التسجيل من رقم واحد حتى رقم ثلاثة عشر يوم أربعة سبتمبر ومن رقم أربعة حتى رقم ستة يوم خمسة سبتمبر على أن تكون مدة الحصة دقيقة ونصف دقيقة وتكون هناك ثلاث محاولات أما بالنسبة للمناظرات قضت ضوابطها بمنح المترشحين على الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان أي عبد الفتاح مرو ويوسف الشاهد ومحسن مرزوق أولوية اختيار تاريخ ظهور ثم بقرعة تشمل بقية المترشحين الامتياز الوحيد هو في اختياره لليوم الاول والثاني او الثالث، بالنسبة للبقية هي كلها تاتي عن طريق عملية القرعة، عملية القرعة ستحدد من سيكون في ذلك اليوم بعد أن يكون قد اختار، هذا جانب باش الحق للجميع، والجانب الثاني هو باش حتى المرشح هذا باش يدخل هو بيدو في عملية القرعة، كيف وكيف البقيه بالنسبه للكرسي اللي باش ياخذه باش يكون في الوسط مقابل كاميرا او على اليمين او على اليسار اعتمدنا لهنا مبدا متعارف عليه في الدول الديمقراطيه وهو مساله التمثيليه في هذا الجانب. يعني هذا الامتياز هو الوحيد بالنسبه لمساله التمثيليه. فيما عدا ذلك في مساله الجلوس، في مساله اخذ الكلمه سوف تخضع كلها الى القرعه. وفق هذا التصور جرت عملية القرعة للمناظرة التي ستكون مباشرة أيام 7 و 8 و 9 من سبتمبر الجاري المجموعة الأولى وتضم عبد الفتاح مروع عمر منصور محمد عبو عبير موسي ناجي جلول المهدي جمعة نبي القروي محمد المنصف المرزوقي وعبيد البريكي المجموعة الثانية وتضم محسن مرزوق المنجر رحوي الياس الفخفاخ محمد الهشمي الحامدي عبد الكريم الزبيدي محمد صغير نوري حماد الجبالي محمد لطفي المريحي، وحاتم بولابيار المجموعة الثالثة تضم يوسف الشاهد قيس سعيد سليم رياحي أحمد الصافي سعيد حمل همامي سيف الدين مخلوف سعيد العايدي سلمى اللومي وشارت كذلك القرعة الخاصة بتحديد أماكن المترشحين داخل فضاء إجراء المناظرات قبل تفسير عمليات المناظرة كطرح الأسئلة ونحوها وخلال مؤتمر صحفي حضره مجلس الهيئه العليا المستقله للانتخابات اعلنت صاحبه الولايه علي المسار الانتخابي رسميا قائمه المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسيه السابقه لاوانها والمقرره يوم الخامس عشر من سبتمبر القادم وهم سته وعشرون قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون انه بعد الاطلاع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط القانونية وعلى قائمة المترشحين المقبولين اوليا للانتخابات الرئاسية المقبلة وعلى احكام الجلسة العامة للمحكمة الادارية واثر استنفاذ اجال سحب الترشحات قال ان مجلس الهيئة قرر الاعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا وعددهم 26 مترشحا المترشحين للانتخابات الرئاسيه 2019 عددهم 26 كما جاء في القرار الان في الذكر ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه وبالموقع الالكتروني للهيئه وينفذ حالا. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أضاف أيضا أن الحملة الانتخابية الرئاسية انطلقت اليوم بالخارج فيما تبدأ بعد غد الاثنين بالداخل على أن تختتم يوم الثالث عشر من سبتمبر القادم أكد أن المترشحين سليم الرياحي ونبيل القروي الملاحقين قضيا يظلان يتمتعان بحق خوض غمار الانتخابات الرئاسية ما لم تصدر بحقهما أحكام قضائية باتة مادام ما فماش حكم قضائي يحرم شخص من انه يترشح فانه عنده الحق يترشح واللي ترشحوا عندنا 26 يتمتعوا بكل حقوقهم للترشح للانتخابات الرئاسيه وتلاحظوا انه تم ادراجهم بالقائمه الاوليه واليوم تم الاعلان على انهم مترشحين بصوره نهائيه. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أكد أن المواد الانتخابية من حبر وصناديق اقتراع ستكون متوفرة في الأجال قال أن الهيئة نشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نموذجا لورقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها في الانتخابات الرئاسية والتي تتضمن ترتيب المترشحين وأسماءهم وصورهم ووفق بيانات الهيئه العليا المستقله للانتخابات ستكون رزنمه الحمله الانتخابيه والاقتراع بالنسبه للتونسيين بالخارج والمعطيات المتعلقه بالدوائر الانتخابيه ستكون كالتالي تمتد الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بالخارج من اليوم 31 من اوت الى غاية الحادي عشر من سبتمبر المقبل. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصصت 310 مراكز اقتراع و 391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعدتها ست دوائر وذلك لاستقبال ل 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالخارج وسيجرى الاقتراع أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من سبتمبر 19 و2000 بالنسبة إلى التونسيين بالخارج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد استعدادها التام لمراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين في الخارج من خلال هيئاتها الفرعية ومنسقين في مختلف الدوائر للهيئة ما بين ألف وألف ومائتي عضو مكتب اقتراع سيراقبون سير هذه المواعيد وفق الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية مع احترام تشريعات البلدان المضيفة الى اصداء الشارع التونسية التي تتردد عاليا نمر الان مشاهدينا اصداء تحمل هذه الفترة حديث الانتخابات وتفاصيلها الى محاولة لرصد ملامح اقبال التونسيين على واجب الانتخاب ووعيهم باهميته ووضوح اختياراتهم مرشحيهم من ضبابيتها مع هذا النقل. قد تبدو الرؤية ضبابية لدى البعض وقد تبدو واضحة لدى البعض الآخر فمع اقتراب موعد الخامس عشر من سبتمبر موعد الحق والواجب ما زال البعض مترددا بشأن المشاركة في انتخاب رئيس للبلاد فيما يؤكد البعض الآخر أهمية الاختيار والمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها باش ننتخب على خطر تونس باش تقف على ساقيه باش ننتخب لاني مواطن تونسي يلزمني نحاول باش نشارك في اختيار الرئيس يلزمنا ننتخب ونعطوا اصوات للناس اللي تستاهل كمواطن تونسي حق من حقوقنا باش ننتخب ونشجع كل تونسي ينتخب وننتخب حتى واحد الا ليش تعبر على صوتك وتحط الانسان اللي تراه مناسب في المكان المناسب ما فما حتى واحد اقنعني احنا كشباب ما لازمناش نفكر بنظره نظره الشؤم هذه لازمنا بالعكس نتاملوا ما دام هو حق المواطن التونسي باش ننتخب فماش تصلح البلاد باش البلاد تمشي على السكه على خاطر كان انا ما ننتخبش صوتي يمشي لغيري اختيار رئيس للبلاد من بين المترشحين حسم لدى العديد فيما ما زال اخرون يتابعون البرامج الانتخابيه والتصريحات الاعلاميه عارف شكون باش ننتخب وعارف شكون باش شكو اصلح لتونس عارفه روحي وين ماشيه ما قاعد نسمع في زوز نختار منهم واحد الاخرين مانيش حاسب ما زلت قاعده نتفرج ونخمم شكون ما زلت قاعده نشوف لي بروغرام وان شاء الله معناها اللي جاي خير لتونس كامله معناها لا لا عارف روحي معناها في قاعد نتبع وعارف روحي وديجا اخترت في مخي ونعرف علاش ومحضر بحول الله حاضر باش بالنسبه لتوا قاعدين نغربلوا باش نشوفوا شكون باش يشد البلاد بصدق أما ما زلت ما اخترتش شكون بين الاختيار والانتظار تراوحت اراء التونسيين المتابعين ولو بدرجات مختلفه لبرامج المترشحين ووعودهم الانتخابيه وتدخلاتهم الاعلاميه في انتظار ما سيفرزه الصندوق في شان تنموي سياحي وبفضل ما شهدته من ترميم وتهيئه انجزهما مستثمرون تونسيون واجانب باتت فنادق حومه السوق بجربه او بجزيره جربه مزارا مميزا تقصده اعداد هامه من السياح الذين تبهرهم هذه المواقع المعماريه الفريده ذات العبق التراثي في جزيرة جربة معالم تاريخية ومواقع معمارية متفردة في مدينة حمت السوق العتيقة على وجه الخصوص لما تحول تفنادق المدينة إلى منتوج سياحي مميز بات قبلة عدد من السياح التونسيين والأجانب الحاجة الحلوة في هي فيها الطابع التقليدي وطابع الجربي حلو ياسر ما تحس روحك في دارك ما تفهميش القلق نتاع اوقات النزل الناس الكل تجي حتى اللي ما همش ساكنين في الاوتيل يجيو يصوروا يدخلوا عبيد يدخلوا من الشارع يعملوا تصاور يتفرجوا يحوسوا يدخلوا البيوت يسر و... معناتها سي تري شارمون ياسر البلاصه مزيانه و لي يحبوا المنتوج هذا يحبوا هالنوعيه من السكن البسيطه اللي هي موجوده في وسط ال... في وسط الاسواق في وسط البلاد كما يقولوها فنادق الجزيره ومعالمها التاريخيه الاخري المجسده عبر مختلف الحقبات التاريخيه تشملها منذ سنوات اشغال تهيئه واعاده توظيف واستغلال الامثل حتى تظل دائما ميزه خاصه للجزيره <applause> قررت شراء هذا الفندق منذ أن رأيته للوهلة الأولى بسبب سحره وجماله ونحن اليوم بصدد إعادة تهيئته وسيشمل على مركز ثقافي وترفيهي للسياحة ومطعم فاخر نعملها كما المتحف باش نعمل التراث نتاع جربه وزرزيس ولايه مدنين مثلا الفلاحه باش نعمل بروجيكسيون دي فيلم خاطر انا خديته مظهر ثقافي في جزيرة جربة بعيدا عن شواطئها الرملية ووحدتها السياحية وجهات جذب أخرى للسياحة في أجيم وميدون وحمت السوق على مدى الفصول الأربعة في أخبارنا العربية أربعون قتيلا على الأقل سقطوا اليوم شراء قصف صاروخي استهدف موقع إحدى الفصائل المسلحة بمحافظة إدلب السورية لتعلن مصادر محلية أن الهجمة استهدفت اجتماع قادة مجموعة متطرفة قرب مدينه ادلب شمال غرب البلاد مرجحه ان يكون الاستهداف تم عبر صواريخ مقاتلات التحالف الدولي. المرصد السوري لحقوق الانسان ومسؤول من المعارضه السوريه افادا اليوم ان محافظه ادلب السوريه شهدت هدوءا عقب سلسله ضربات جويه تلت اعلان الحكومه وقف اطلاق نار هو الثانيه المعلن هذا الشهر بادلب اخر نقطه تتمركز بها المعارضه المسلحه. أنهت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا دوفال ريبيرو مهامها ويخلفها الشهر المقبل يعقوب الحلو ليشيد الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة بخبرة المسؤول الأممي الجديد معرباً عن ثقته في أن تؤدي الخبرة الواسعة والمتميزة التي تحدو يعقوب الحلو دورا رئيسيا في الجهود الانسانيه والانمائيه وجهود سلام بليبيا وفي تخفيف اثر الحرب والازمات وذلك بعد تثمينه جهود المنسقه المغادره خلال فتره ولايتها. الامم المتحده كانت نبهت سابقا الى معاناه المدنيين الليبيين جراء استمرار المعارك داعيه الى ان يواكب الدعم الانساني وتيره احتياجاتهم المتزايده. في الخبر الرياضي استهل المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مسيرته بمونديال الصين استهلها بهزيمة استقرت على 62 نقطة مقابل 101 أمام المنتخب الإسباني في اللقاء الذي جمعهما ظهر اليوم لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة المنتخب التونسي يلاقي نظيره الإيراني الثلاثاء القادم في الجولة الثانية قبل ملاقاة منتخب بورتوريكو في الجوله الثالثه من الدور الاول الرابع من سبتمبر المقبل تدور غدا الاحد دفعه ثالثه من مواجهات ثاني جولات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم حين يستضيف النجم الرياضي الساحلي بملعب علي الحوار في ديربي ساحل الاتحاد الرياضي المنستيري دولاب النار البارده هو عنوان العمل المسرحي الجديد لحماد المزي، مسرحية تتناول عددا من القضايا الراهنه، تم عرضها مساء أمس بقاعه الفن الرابع فلنتابع. في فضاء تغلب عليه العتمه ويكاد يخلو من الديكور، تدور أحداث مسرحية دولاب النار البارده. هذه المسرحيه تروي قصه أب أخذ من التجاره في الممنوعات مهنه له بعد خروجه من السجن، وهو سلوك ولد صراعا بين أفراد الأسره الواحده. تجسد في الصراع بين الخير والشر. اعتمد على نص وطرح افكار تحاكي الراهن الى حد ما واوجز كثيرا كثيرا وهذا يحسب له لان المسرحيه في ذاتها يعني تقريبا لا تتجاوز يعني ساعه من الزمن. العلاقه المتوتره بين الأب والابناء من جهه والابي والزوجه من جهه اخرى. كانت نتيجة التباعد على مستوى الافكار والتوجهات، وهو تباعد عمقته التحولات الاجتماعية المتسارعة التي عرفها المجتمع التونسي خلال السنوات الفارطة. المجتمع التونسي والارهاصات اللي يعيشها المجتمع التونسي، والتخوفاتنا احنا كمبدعين للتحولات الاجتماعية اللي اصبح يعيشها كل فنان يعيشها كل مواطن انه ثم نوع من الفقدان الامن اللي ها... اللي اصبح يعيش فيه المواطن دولاب النار البارده هذه المسرحيه التي دام عرضها ساعه من الزمن الفها واخرجها حماد المزي وجسد شخصياتها كل من يحيى الفايدي ونادر بالعيد ومروان المساوي وانس الهمامي وصالح الظاهري ورامي شرني. بعد سنوات عشر تمكنت جمعية المسرح والفنون ببوذر من تنظيم الدورة الأولى لمهرجان المحلي لقصر الأحمر وقد شهد المهرجان إقبالا مكثفا من الجمهور الذي تابع عروضه الصوفية بهذا العرض التنشيطي لمجموعة تلمة الأحباب المخصصة لبراعم بلدة بوذر من ولاية المنستير أزدل الستار على الدورة الأولى لمهرجان القصر الأحمر ببوذر ووحدة صوتية كبيرة وعرض تاي فرجوي بصفه بنسبه 90% فرجوي للاطفال وما فيها باس للصغار الكبار اللي معنا نقدم نقدموا العاب مسابقات تدخل معنا في الجو وقد تفاعل جمهور الحاضرين من الصغار والكبار مع مختلف فقرات هذا العرض الفرجوي الليلة جيت فرحانة وعمل جو في التنشيط فرحنا مع الصغيرات اليوم شاهدنا العرض اللي يهتم أكثر بالطفولة طبعا عرض استنوه الصغيرات متاعنا لاحظتوا كما لاحظتوا تعطش الأطفال متاع بلدة بوذر لهذا العرض وهذه النوعية من العروض خاطر طبعا تفتقر البلدة لعديد المرافق العمومية قبل ما كانش عندنا مهرجانات ولا تظاهرات مزيانة كما السنة سي اول عام كانت التظاهره هذه حلوه ومن جانبه اعتبر رئيس جمعيه المسرح والفنون ببودر ان هذه الدوره قد كللت بالنجاح وعززت المشهد الثقافي بالجهه الاربع عروض حبيناها تكون متنوعه ما بين الصوفي ما بين العرض الطربي ما بين الشبابي وما نسيناش الصغار نتاعنا والهدف نتاعنا هو ادخال حركيه ثقافيه في بلادنا اللي عددها الحقيقه هو من جوز 2000 ساكن والدوره الاولى كانت ناجحه وتأمل الهيئة المديرة لجمعية مهرجان القصر الأحمر ببوذر أن تلقى مزيدا من الدعم حتى تطور برمجتها في الدورات القادمة. على أخبار المسرح التونسي نغادركم مشاهدينا الكرام وإليكم تذكيرا بالعناوين. شابة وشقيقها يفارقان الحياة في جابس إثر تعرضهما لصعقة كهربائية نتيجة نزول الأمطار وفيضان بعض الأودية في القصرين. إجراء القرعة الخاصة بالتعبير الحر والمناظرات، وهيئة الإنتخابات تعلن رسميا قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية. مقتل 40 شخص في هجوم صاروخي على إدلب بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار. بوابة التلفزة التونسية على تماتكم مشاهدينا حتى تتابعوا جديد الأخبار. سهرة طيبة.